يا بص، كل فرقه كبيره ساعات بيحصل لها ممكن دروب في ماتش كده يعني، عادي يعني. ارسنال اتغلب قبل كده مانشستر يونايتد سكور كبير 8 مثلا. كل فرقه كبيره ممكن، برشلونه اتغلب من بايرن ميونخ سكور كبير. هي طبعا الكريدت لاستون فيلا. استون فيلا يعني نقطه التحول بالنسبه لهم ان هم ما نزلوش السنه اللي فاتت. السنه دي مور اورجنايزد، فرقه منظمه جدا. اتعاقدوا مع باركلي من تشيلسي، تعاقد كان مهم جدا بالنسبه لهم. تريزيجيه بقى يعني عنده نضج اكبر وخبره اكبر في البريمير ليج، فرق معاهم. استون فيلا فرقه كويسه جدا. طبعا هم يعني اكتر المتفائلين عندهم، حتى المشجعين عندهم ما كانواش يتوقعوا ان هم يكسبوا السكور ده. الناحيه الثانيه ليفربول كانوا يتوقعوا ان يكسبوا اصلا، يعني كان اخرهم يعني يتعادل يكسب بتاع، انما يكسب السكور ده محدش فيهم كان يتوقع كده. طبيعي استون فيلا يكسب ليفربول؟ لا لا لا، طبيعي يعني هم متوقعين انهم يتعادلوا مثلا، او يحاولوا يتعادلوا او يكسبوا. انما برضو في اخطاء كبيره جدا في ليفربول. ليفربول ابتدى ان هو يغير بعض السياسات اللي هو كان ماشي بيها السنه اللي فاتت كويس جدا. ابتدى ان هو يلعب خط دفاع متقدم جدا، وفان دايك مش اسرع سنتر دايك يعني، فان دايك وجوميز سيء جدا. ابتدى ان هو يغير وقفته في الكور الثابته. سير كان الاول، كانت السنه اللي فاتت كلها بيعمل ميكس ما بين الزون والمان تو مان. السنه دي لاعب كلها زون، وبيلعب كل حاجات صغيره، تفاصيل صغيره. لكن ايه اللي يخليك تغير وانت بتكسب؟ وايه اللي يخليك تغير وانت بطل؟ وانت يعني في حاجات بس مش مساله بس تغير، مساله ان انت يعني كلوب مش قادر يقفل الملعب، هو خسران 1 و2 و3 ومش قادر تصلح ومش قادر تعدل. ما هو سيف ملعبك مفتوح بشكل كبير جدا من ورا، ده 7-2 امبارح مع الرقفه. هو ابتدى يجري ورا الماتش، ابتدى تو تشيس اب ذا جيم زي ما بيقولوا الانجليز، بيجري ورا الماتش. فابتدى ان هو عايز يعوض، عايز ان هو، وعنده مشكله برضه يا سيف في ماتشات معينه. خلي بالك الفرقه تعتبر الوحيده اللي شفتها في العالم في حياتي ان الباك رايت والباك ليفت بيهاجموا مع بعض يا سيف. معروفه القانون في الكوره ان الباك واحد يسير واحد يقف، واحد بيقف دايما. تلاقي ان ارنولد وهو زايد تلاقي روبرتسون مكمل في ال18. ده في وقت من الاوقات انت لما تكون واخد ريسك وتاخد مخاطره، انما بقت عاده عند ليفربول، ودي مشكله كبيره جدا. اي فرقه بتلعب بجناحين صراع بيلعبوا على هجمه مرتده وعندهم مهاجم بيتحرك في ظهر الديفنس كويس يقدر يعمل مشكله كبيره جدا لكلوب وليفربول.